قلنا سليم سليم أتي مديحة سليم برس ميبتك عنده ولا ما عندوش برس لحنين برس لحنين عنده ولا ما عندوش عنده فيسبوك ولا ما عندوش عنده ولا ما عندوش معال ما هو أودي العلوش عنده فيسبوك ولا ما عندوش أودي برس لحنين بلومك كان عندك فيسبوك بتاعه خلينا نكلمه نوالي ولا واحدة دومون داميتي ونحكوا نوالي أصحاب هو دي راه العلوش طلع سوما هو دي حاجة راي فوق العقل عليها العلوش 340 تعرف العلوش 340 بورتوكلي راتو قال لك علوش حليب عاد ما عادش حليب ما عادش فيه وقال لك الكبشة بمليون عليه يا معلم مليون عليه 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 تعرف كان ريك هبطنا في دورة في البطحة باش نشري علوش نلقى سيسليم من الريح يفركس في العلوش قلت له سيسليم يا معلم مليارات شو تعمل لهنا قال لي بالله تو هذا يحكي قال لي نجيب فلفل بالورد بالمليارات والعلش لهنا بمليون وبمزوز ملايين قال لي باز راه ما عادش عايشين بالقدير هبطوا بالتيران يكوروا يا خويا لهنا نطلع لنا ربح فهمني يا خويا انا باش نشري علوش باش نعمل قرض هكا وندور في حويلي ونشري علوش بيه كي يولي عشيري يا خويا فداء فهمت شبيك يا ودي واحد باش يبزمز على طفله في الكيس توا واه عندي علوش راه ورس لحنينه عندي علوش فداء هاي الو اشرا ولا واحد يمشي يخطب هكايا يقول له يا عمي يا راس عندي علوش يقول له هز الطفله روح به والله هذيك هي بتاع شنو هي اش بقول لك اسيدي العلوش بصوم ايفون من الاخ اخويا جيبوا لنا عليه ليش مش شنو على الاقل تستخدموا عيد اثنين ثلاثه وتشارجي تحطوا في الشارج وتشارج وتباع بيعه تاعو بتروي باع على كيليسا فاضل شيكر قال تعمل بون كيف فهمت كيفاه اش باش مره يا خويا قلت باش نعمل افار عبتك كي ندور على عليلش نلقى واحد هكا متركن وحاطه كي شويه عليل شيت العلوش ب 300 داينه وي قلت هذايا افار لميت حوالي يا خويا بعت ذي بيت العزوزه والتليفزه والفريجيديم فهمتني وصدمت كي شريت هالكل حطيتهم في البطحة متاع الحومة كي دورت بيهم السياج ما يدور بيهم حد وروحت رقدت قلت العيدة ذي باش نغوص فهمتني صابت المطر قمت الصبيح نطول على كلالي شيت نركيهم كل قطاطس غشوني يا سيب العيد وخاي تو كيفية تو التونسي عايد ما يعايدش اش يعمل يشري قطاطس يشري فيرين كيفية تو معنى ها أخوي العيد الجاي والله النصيحة مني الشعب التوانسة ما تعايدوش مشو لازم اجوا لديجيا جاكسون باش نعطيها الاقتصاد الحومة الكل مشوى والدنيا ماشية معاكم هاي السلام عليكم